أن تحمل 8 أشواط هي لهذه الفئة لمسافة 5 كيلومترات. وبسم الله وعلى بركة الله تعلن الانطلاقة لأول الأشواط، الشوط الخاص بالإبكار المحليات الأصايل الذي تبدأ به هذه اللجنة المنافسات هذه الفئة هنا في هذا المساء الجميل. تحية لكل مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام عبر قنوات ياس التي تتابع هذا التحدي، وكذلك قناة دبي ريسينج المتابعة لانطلاقات الإثارة من أرضية هذا الميدان. أول الأشواط الذي يحمل هذه الفئة من المحليات والذي يسير أيضا من خلال هذه الانطلاقة بكل قوة مبشرا بأن منافسات الكبار سوف تكون من خلال هذه اللحظات. شوط يحمل جائزة مميزة، جائزة مميزة، جائزة 300,000 درهم لهذه المشاركة من خلال هذا الانطلاق الأول. نذهب إلى المقدمة نتابع هناك مواعيد. المركز الأول منصور بن سير بن سيف بن علي بن دري المنصوري، بينما المركز الثاني دخول القادم في المركز الثاني في هذه اللحظات وهي أغنية. المركز الثاني مبارك بن سعد بضحية العامري، أما المركز الثالث هناك الدخول القادم في هذا الانطلاق من ريادة خليل بن ناصر بن منصور بن خليل الشهواني، وعلى المركز الرابع المدين محمد بن ناصر بن علي الخيلي على المركز الرابع، بينما خامسا تدخلات تحمل أيضا دخول هذه الانطلاقة وهي بالصغان حمد بن محمد بن فيد بن بيشان العجمي. سادس المراكز في هذه اللحظة والقادمة بقوة هي المدامية سعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري، يا سلام شعار زريج الذي يعلن هذا الانطلاق. وهناك على المركز السابع في هذه اللحظة وفي هذا المسار كما نتابع وجود السائحة حمد بن هيام بن سالم العامري، وهنا على المركز الثامن داخل شواهين عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري مشكور بو محمد على هذه المشاركة المميزة. هناك على المركز التاسع مباشرة إلى وجود مزون عبيد بن محمد بن عبيد الغفلي، وعلى المركز العاشر القادمة زعزع محمد بن راشد بن جلمود الفهيدي المري. هذه الأسماء، هذه التحديات، هذه الانطلاقات من خلال هذه الجولة الأولى التي تسبق جولة الرموز في هذه الفئة. شكرا لاتحاد الإمارات لسباقات الهجن إعطاء أيضا هذه المساحة المميزة لانطلاقات الرموز، وأيضا توجيه كل الدعم الإعلامي لهذه الفئة، فئة اللقاية. عودة إلى المقدمة، عودة إلى البداية، ومن قادت أيضا هذه الانطلاقة بن دري بادي من أول الاندفاع وهي مواعيد منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري التي بدأت أيضا بشق طريقها إلى المقدمة مع منتصف المسافة. المركز الثاني الداخل أيضا بقوة في التنافس من بداية الشوط هي تغنية مبارك بسعيد بن ضحية العامري، وهناك على المركز الثالث هذه قادمة السائح حمد بن نيان بن سالم العامري. رعي اليمشى ما شاء الله وتبارك الله بكل شعاره المميز دائما في كل مناسباته. هنا على المركز الرابع دخلت هنا من خلال هذه اللحظات هي زعزع محمد بن راشد بن جلمود المري التي قدمت ايضا هذه الانطلاقه. والمركز الخامس نعود مع خامس المراكز بوجود المدين محمد بن ناصر بن علي الخيلي، سعادة فري بن علي بن حموده الظاهري مع المداميه في هذه الانطلاقة، وهناك بن بيشان أيضا يحمل شعار المنافسة المتميز دائما وهي بتصوغان حمد محمد بن بيشان العجمي. هنا على المركز الثامن عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري، شعار ما شاء الله السماوي الذي يعلن تواجده دائما في كل قوة. هناك على المركز التاسع نعود مع مزون عبيد محمد بن عبيد الغفلي، وفي المركز العاشر في هذه الأسماء التي تحمل التحديات والاندفاعات ثناء محمد بن طحنون بن جابر المري. هذه الأسماء التي تسير مع هذه
الانطلاقة والتغييرات في أول الأشواط، في أول هذه الأمسية. العيون كلها تراقب الفترة المسائية وما تحمله، ولكن الشوط الأول دائما له رونق خاص من خلال المشاركات والتحديات والأداء الجميل الذي تشهد هذه اللحظات الجميلة. ما شاء الله تبارك الله على المقدمة إلى زعزعة 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 1200 في هذه اللحظات. هنا تعلن زعزعة وجودها على المقدمة. محمد بن راشد بن جلمود الفيدي المري، يا سلام. والمركز الثاني بن نهيان، حمد بن نهيان بن سالم العامري مع السائح، دائما تقديمه لهذه النوعيات. هناك على المركز الثالث الدخول الذي يحمل ايضا وجود ثنا محمد بن طحنون بن يابر المري، وعلى المركز الرابع دخول قادم باسم مميه هي بيان، اعلنت البيان هادم بن حمد بن عفصان المنصوري. والمركز الخامس من خلال هذه الأسماء ينبشر عبيد بن أحمد بن حمد الظاهري في هذه الأسماء التي تعلن هنا خماسية على المقدمة. لكن الشوط يحمل هذه القوة وهذه اللحظات الجميلة. الله، منافسة ثنائية تحمل هذه الأسماء. ثناء محمد بن طحنون بن يابر المري الذي يقود هذه، بن مهيره المري ما شاء الله وتبارك الله. هناك إلى الشحانية في هذه الانطلاقة. مساء مميز. ثناء تستحق الثناء محمد بن طحنون بن يابر بن مهيره المري على المركز الأول في هذا الأداء الجميل في هذه اللحظة المتميزة. هنا الصايلة على المركز الثاني علي بن سهيل اليبهوني الظاهري في ثاني المراكز، ولكن نعود إلى المقدمة. خلصت ثناء تستحق الثناء. صفقوا لثناء، تابعوا ثناء أول أشواط هذا المساء. ما شاء الله وتبارك الله على الشحاني، سلام بن مهير، سلام على هذه اللحظات الجميلة. تهانينا والناموس. المركز الثاني علي بن سهيل اليبهوني الظاهري مع الصايلة. المركز الثالث كان وجود مبشر عبيد بن أحمد بن حمد الظاهري. والمركز الرابع الدخول القادم الذي حمل السائح حمد بن هيام بن سالم العامري. وخامس المراكز هي زهوى حمد بن سهيل بن عبد الهادي بالحفار المري. هذه هي النتائج، هذه هي البدايات، وما شاء الله الجائزة العينية الكبيرة ذهبت هنا إلى هذا الانطلاق. والتوقيت الزمني 7:26 ثمانة من أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء. تهانينا أيضا محمد بن طحنون بن يابر بن ميري المري. هذه اللحظات المميزة والانطلاقات التي تسير هنا. المركز الثاني 7:29 ثلاثة من الأجزاء من الثانية. ما قصرت أيضا الصايلة علي بن سهيل بن علي اليبهوني الظاهري من خلال هذه اللحظات. وفي المركز الثالث نشوف المركز الثالث وهي التي تحمل الرقم 22 هي مبشر عبيد بن أحمد بن حمد الظاهري في هذه الانطلاقة، وهي 7:30 جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس. الإثارة انتظروها مع فترة المساء، ولكن أشواطا أيضا هنا قوية في انطلاقات هذه الأمسية تسير مع هذه اللحظات في ثاني الأشواط.